أولا تنشكر الطلبة ديال المدرسة المحمدية المهندسين بنزرت الرباط على هذا الاختراع وعلى هذا الابتكار، يعني فيما يخص مقياس الرطوبة وكذلك مقياس رطوبة الهواء بالإضافة إلى درجة الحرارة. وهذا مقياس الرطوبة للهدف منه هو الاقتصاد للماء والحفاظ على البيئة، ويمكن من خلال كذلك من خلال درجة الحرارة والرطوبة يمكن تعرفوا على بعض الأمراض الفطرية. ودائما الضيعة الجوية ناسية مفتوحة في وجوههم في الطلبة الباحثين، وخصوصا طلبة المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط. جينا من المدرسة المحمدية للمهندسين، احنا طلبة ساهمنا في هذا الابتكار هذا. جينا هنا بعد الضيعة التجريبية نالسيا، وكنشكروا الضيعة بهذه المناسبة، وكنشكروا حتى السي نعمان عبد الكريم الباحث والخبير الزراعي. هنا في يديا لاباري اللي الهدف منه هو القياس ديال التمبيراتور وديال لوميديتي ديال لير امبيون. الهدف من هذا الابتكار هذا هو تسهيل مهنة المزارع. الهدف الاخر هو اننا نحميو المزروعات ديالنا والمحصول من الفطريات. هنا كيف ما كتشوفوا لاباري الاخر اللي الهدف منه هو القياس ديال لوميديتي ديال لو سول، وبالتالي توفير الماء وايضا الحفاظ على البيئة من التلوث. هادشي كامل الهدف منه هو الحفاظ على واحد الثروه اللي هي كتعرف واحد الضياع كبير في هذا الوقت اللي هي الماء، وفي نفس الوقت نحميو المزروعات من التلوث ونحصلوا على محصول اللي يكون افضل، وفي النهايه نحافظوا على المهنه المزارع ونقللوا شويه من الاتعاب اللي كيعاني فيها الكور دو لاجون. احنا طلبه ديال المدرسه المحمديه للمهندسين نادي اناكتوس، نيابه عن جميع الطلبه كنتقدموا للباحث والاستاذ الكبير عبد الكبير نعمان اللي خلانا اننا ندخلوا للضيعه الفلاحيه اللي نقوموا بالتجربه. اليوم تمت التجربه في ظروف مواتيه، رحبوا بنا الفلاحه. المهم خدموا الاجهزه بجوج، هنا الجهاز ديال رطوبه الارض التربه اللي تعطينا فكره على المحصول الزراعي كيفاش نحسنوا السقي، وهنايا عندنا الجهاز الثاني اللي هو جهاز لقياس درجه حراره الهواء وقياس رطوبه الهواء. اولا كنشكر الطلبه على هذا الفيديو اللي جابوا للمزرعه، كي عبر الطريق عبر كان عبروا به الماء، لا كانت الارض ناشفه او ريا كيعطينا العبور ديالها وكيحافظنا على الماء وعلى البيئه. الطلبه واحد الشهاده تقديريه، وذلك راجع الى الابتكار والاختراع اللي قاموا به في الميدان الزراعي وكذلك في الميدان البيئي، وهو مساعده الفلاح في الاقتصاد على الماء والحفاظ على البيئه. دورنا احنا تنشكروك السي عبد الكريم نعمان وهو على الفلاحه على الترحيب ديالكم وعلى هذه الخدمه اللي دازت اليوم. هذا حدث كبير اننا تمكنا اننا نخدموا هذوك جوج لي زاباراي باش يعاونوا الفلاحه بالتسهيل ديال العمليه الزراعيه ديالهم. شكرا.